للمزيد حول أزمة لبنان بعد اشتعال المواجهات بين الجيش والمحتجين أمس على خلفية أزمة الدولار وأبعاده السياسية وسيطرة فصيل على القرار اللبناني ورغبة الشارع في استعادة الدولة لسيادتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية السيد علي الأميم. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. هدوء حذر يسود بيروت وبعض المدن بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الليلة الثانية على التوالي، كيف تبدو الأوضاع في بيروت وغيرها في المدن المنتفضة الآن؟ بداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. لا شك أنه كما أشار التقرير أنه التطورات التي حصلت في الشارع والتي تثير أيضا تساؤلات والتباس حول يعني الجهات الداعمة لها أو أن هناك بعض المجموعات الداخلية، لكن بمعزل عن ذلك نحن أمام أوضاع تنذر بمزيد من الاحتجاجات والتحركات في الشارع في الأيام المقبلة نتيجة الانهيار المالي الذي عبرت عنه يعني انفلات ساعة صرف الليرة اللبنانية. هي الأمر ليس فقط بفقدان قيمة أو تراجع معروف لقيمة العملة الوطنية، أنما المشكلة الأساسية هي في أن لا سقف لهذا الأمر، ويبدو أن رغم التطمينات التي صدرت وأشرتم إليها، ربما حديث رئيس الجمهورية عن الشائعات وأيضا حديث الرئيس نبيل بري أمس بأن الدولار سيتراجع قيمة الدولار أو إلى 3200 ليرة بعدما وصلت إلى 6000 و7000 وقيل أن هذه إشاعات، كل ذلك يعني ينذر برأيي أن هناك سلسلة يعني احتجاجات ستخرج إلى الشارع بسبب الضغط انهيار العملة على الوضع اللبناني. لا شك أن ذلك يعني بأنه نحن مقبلين على مزيد من التحركات. طيب. أستاذ علي، يصفها فوضى، بعض يصفها احتجاجات موضوعية وطبيعية، لكن الأمر ينذر بالأسوأ في المرحلة. صور من داخل التظاهرات وأيضا متظاهرون يعني حملوا حزب الله وحكومته المسؤولية عما وصلت إليه الأمور. الحكومة تصور الاحتجاجات على أنها مطالبات خدمية واقتصادية، والمتظاهرون يرونها أبعد من ذلك. كيف تنظر إلى هذا البعد أستاذ علي؟ يعني لا شك أنه يعني نحن يجب نؤكد على نقطة أساسية، أن الحكومة اللبنانية هي حكومة حزب الله، وأن حزب الله يعني يحكم لبنان بلا أقنعة، بمعنى أن المعادلة السياسية هي بيده، الحكومة هو شكلها، الأطراف السياسية خاضعة بمعظمها لسلطته، وبالتالي هو بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية وأيضا يعني يدفع لبنان لأن يتحمل تبعات سياسات إقليمية حزب الله خاضها، وأدت هذه المغامرات الإقليمية إلى جعل لبنان في موقع معزول، يعني في عزلة عربية ودولية. ولبنان بطبيعته دولة منفتحة، اقتصاد قائم على الخدمات، ليس لدى لبنان يعني إنتاج زراعي أو صناعي، هو دائما القطاع المصرفي كان أساسيا فيه، السياحة أساس فيه، الخدمات بالمجمل هذا القطاع الذي يستند إليه الاقتصاد اللبناني، وهذا أمر انتهى. انتهى اليوم، ضرب القطاع المصرفي، الخدمات ضربت، السياحة، فرص العمل تراجعت، بالتأكيد حزب الله يتحمل مسؤولية أساسية عما وصلنا إليه بسبب تحميله للبنان أعباء لا يمكن أن يتحملها، وبالتالي أي معالجة حقيقية للوضع اللبناني بات واضحا أنها باتت تتطلب إما أن يأخذ حزب الله قرار استراتيجي بأن يعود إلى أن يكون حزب سياسي كالأحزاب اللبنانية ويصرف النظر عن السيطرة على السلطة وتحميل لبنان من هذه الأعباء، قتاله في الخارج وما إلى ذلك، أو أن لبنان سيذهب إلى مزيد من الانهيار والتراجع. وحتى الآن يبدو لنا أن حزب الله لم يقتنع بهذه يعني أن يأخذ مثل هذا الموقف، لذلك الأرجح أن نحن في المرحلة المقبلة ومع قانون قيصر، إقرار قانون قيصر وتنفيذه ب 18 جاري. طيب أستاذ علي، فيما يخص
نعم. يعني هناك من يرى أن الأزمة الأخيرة أظهرت عجز النظام السياسي في حل مشكلات البلاد، ومثل ما تفضلتم يعني على خلفية التهميش الذي يعيشه بعض مكوناته، ألا ترى أنه بات من الواجب إيجاد نظام يؤمن توازنا في القوى داخل لبنان ويحتوي كل طوائف لبنان ومكوناته؟ أنا أقول يعني لا أريد أن أدافع عن النظام السياسي الطائفي في لبنان، لا شك أن لديه يعني ثغرات عديدة يجب معالجتها، لكن أيضا يعني يجب أن نقول أنه هذا النظام فيه القوانين والإجراءات وفيه دستور وفيه كل هذه المسائل التي جرى ضربها وجرى تقويضها بشكل منظم، ولا اعتقد انه يعني لا نريد ان نحمل النظام السياسي المسؤوليه عن هذا الموضوع، المسؤوليه الكبرى هي في الغاء الدستور وفي الغاء القانون وفي وجود ثنائيه دولي ودويلي في لبنان، وبالتالي الاصلاح النظام السياسي مطلوب، لكن ان تحول ليصبح النهب ويصبح تجاوز القانون ويصبح كل هذا الخلل القائم هو نتيجة النظام السياسي، أنا رأيي هذه القوى السياسية التي تستفيد من السلطة تحاول أن تروج مثل هذا الأمر، ومنهم حزب الله، أن المشكلة مشكلة نظام سياسي مش مشكلة تجاوز قانون. يعني هل تقبل أستاذ علي، يعني هل تقبل القوى المسيطرة الآن للجلوس لطرح قواعد جديدة لإخراج لبنان مما هو عليه الآن مما هو فيه، وهل رفضهم ربما معناه أن لبنان ذاهب إلى 1982 مجددا؟ أنا رأيي أسوأ مما نحن نتعرض لأزمة أشد من 82 وأشد، يعني برأيي هذه حرب، لكن حرب مؤذية أكثر من الحروب الإسرائيلية على لبنان، لأن الحروب الإسرائيلية ربما كانت يعني تنقلب أحيانا على إسرائيل، لا شك أنها لها أثار ضخمة على لبنان، لكن برأيي أن ما يجري اليوم اقتصاديا وماليا هو أسوأ مما أي حرب مقابلة. أما الجلوس اللبنانيين، أنا لا أعتقد أن المشكلة اللبنانية بالمعنى الداخلي، هناك القوى السياسية تحاول أن تفتح المشكلات الداخلية، في تباينات طبيعية بأي مجتمع بأي دولة في هذه التباينات، لكن في إجماع لبناني اليوم هو للخروج من هذه الحالة القائمة اليوم والتي باتت تضغط على معيشة اللبنانيين وحياتهم اليومية، وهذا بالضرورة نقطة أساسية تتطلب أن يأخذ حزب الله قرار حاسم بأنه هو لا يريد أن يستخدم لبنان كأداة في المعادلة الإيرانية في المنطقة، والعودة إلى الدولة اللبنانية وإلى نظام المصالح اللبناني وإلى فكرة لبنان أولا، وسوى ذلك فإننا نحن ذاهبون إلى أكثر يعني إلى أسوأ مما نعيشه اليوم. من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين، شكرا جزيلا لك.